الامر الاخر احنا قديه مره درنا قرار نتاع السيارات شحال من مره درنا مع بيجو درنا مع رونو درنا كذا درنا نوصلنا مع فيات السياره الواحده شحال فيها ان عنصر فيها 6000 عنصر انا نجي نقول له انت تجي تشتغل عندي هنا فيات ولا بيجو ولا هونداي ولا كيا ولا لازم تجي المناوله عن طريق الابناء نتاعي الـ6000 عنصر هذه لازم سي مصطفى يدير عنصر وسي طاهر يدير عنصر وسي الاخضر يدير عنصر وكل واحد يدير عنصر هذه لما نهز هذه النقطه فقط انا نجي عندي دفتر شروط نتاعي انت جاي تربح معايا انا نقول لك نعم من جي تربح معايا الا انه لازم لك تدير لي تدريب لازم لي دير لي التكوين نتاع العناصر اللي يجيو يديروا المقاولاتية وقيس على ذلك جميع الاجهزه اللي راهي تتباع في الجزائر احنا يا للاسف ماناش رافقوا رجال الاعمال ولذلك انا قلت ونعاودها في عده مرات انت تجيب من عند الصين كميه كبيره جدا من التجهيزات انا لازم نجي نناقش ونجي نفاوض نجي نفاوض انك تشري من عندي كذا وتشري من عندي كذا وتشري من عندي كذا احنا 45 مليون يرحم والديك 45 مليون بزوج ملايين و380 الف كيلومتر مربع ماكش قادر تجي انت تفاوض الاخر افريقيا انا درت جولات في افريقيا درت جولات في افريقيا نعم افريقيا تحتاج كل ما عندك كل ما عندنا تحتاجه افريقيا انت ما عندكش في افريقيا ما عندكش قداش عندك ديستيناسيون تاع الطائرات تاعك شحال ابحث وشوف وقول لي احنا هذه نقطه اللي اكد عليها سيد عبد العالي حسن الشريف اللي تكون انه عندك مرافقه لافريقيا انني نبيع له نزيد نروح لك الى ابعد من ذلك الصحراء نتاعنا نهز لك ماده واحده اللي هي ماده الرخام كم نوعيه من الرخام في في في, في الجزائر اعطيك المعلومه هذه ما عنديش معلومه 200 نوعيه ومن ارقى النوعيات الرخام في الصحراء الرخام الجزائر. فقط خليني نتاع فليفلا هاو يستغل تاع سكيك ده روح لي روح لي للصحراء الجزائريه روح لي لي تيرار الاطربه النادره اللي هي 16 عنصر من العناصر الموجوده في طابلو دي مندلييف هذيك العناصر كلها انا نخلي نجي ندير عمليه تصنيع نجي ندير عمليه انتاج زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر